يقول: هناك من يقول من بدل دينه فاحترموه لأنه قد استعمل عقله. هذا مضاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يقول احترموه، قارن بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إلحاد والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسألة ما هي مسألة عقل، المسألة مسألة عبادة. أنت عبد، عبد لله مهما كنت، أنت عبد ما تخرج عن عبودية الله عز وجل، ما أنت بحر، عبد. لكن تحرر من الهوى، تحرر من دين المشركين، تحرر من رق المشركين. وأما الله جل وعلا فأنت عبد له، وعبادتك لله شرف، وعبادتك لغيره ذل. عبادتك لله شرف لك، عز لك، رفعة لك. أما عبادتك لغيره فهي ذل، وهي انحطاط. نعم.